احنا في القبه الفلكيه. هيا ياسمين سلامة. مش ظاهرة خسارة ولدي. الكرة الأرضية. أولا عسلامتكم من السكوت، بيحكم بالخير ومرحبا بيكم في القبة الفلكية الرقمية لمدينة العلوم بتونس. الحصة الثانية مش تدوم نص الساعة، فيها عرض بتبيع علمي فلكي. العنوان بتاعو الكواكب رحلة داخل النظام الشمسي. بلانيت فواياج دون لو سيستيم سولير. بالطبيعة أولا هي رحلة خيالية، ما تصورش وين يكون هذا باش تربيه. ثم كيما العنوان يدل عليه باش تاخذ فكرة عن النظام الشمسي، اللي ذكركم بتكون خاصة من الشمس اللي هي نجم. كل لازمنا نعرفوا اللي الشمس هي نجمة كيما نجمكم تشوفوها في الليل، والكلهم متكونين من غاز اسمه الهيدروجين. غاز هذاك